السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك شايفني؟ طيب ولله الحمد، تفضل. الحمد لله. بقول لحضرتك، أنا قرأت حديث بيقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. فأنا بسأل على يعني صحة الحديث، لأن أنا شغال في الحجامة وبتقاضى أجر على هذا الأمر يعني. هذا الحديث صحيح، ولكن كلمة خبيث هنا لا تعني التحريم، إنما تعني الكراهة، وذلك كقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث الرديء. والخبيث قد تطلق على معاني، قد تطلق على المحرم، قد تطلق على الرديء. وقال وفورد عن عمر: إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. فالبصل والثوم والكراث والفجل الجزير أطلق عليها ذلك، ليس معناه أنها محرمة، إنما هي دون الأفضل. فالأفضل لك إن كنت موسرا لا تتقاضى أجرا، لكن لو كنت محتاجا فالنبي احتاج وأعطى الحاجم أجره. نعم، صلى الله عليه وسلم. السلام.